قول ابو الخير. نعم. تو انت لما سامحت زيدان متاكد انه يتوب؟ اتمنى انه يتوب، باب التوبه مفتوح يا ثابت. والله ايش اقول لك يا ابو الخير، اللي متعود يجيب البيسه بالراحه ما يقدر على التعب. اللي يريد بيقدر يا ثابت. و مالك منك؟ شوف هناك، شوف هذا بعد ما تاب؟ المرة بيتوب بالغصب. لما بتوذر هذه العادة الردية عنك؟ لحظة يا أبو الخير، تفهمني غلط؟ أنا فعلاً فاهمني غلط، والحين عرفت الحقيقة. أنت ومثالك ما لازم تكون طريقي. يا جماعة الخير، تو مكانكم في السجن. نعم
ابو الخير يا هذا يبغى انا نوديه البيت يا جماعه افهموني ما يراويني شغله هناك البيت يا جماعه ما كني سالفه ما فيها ان ما في السالفه بنسمعها في البيت يلا تحرك يا زين حرك زاخر خليني شويه بشويه شويه مر عليك كل شويه شويه ما كذي ابو الخير هذا يبغى له غض الخياطين اللي تسمعه شنو زهرة؟ ايوه زهرة ايش؟ اول مرة تشوفني؟ لا بس يعني مديرة وجاي تطمع على سر العمل من حقك لا تزعل يا زهرة انا اتغشمر معاك صدقيني انا الحمد لله قدرت اتخلص من الحساسية اللي كانت تراودني وصار الموضوع بالنسبة لي عادي جدا انا قدمت رسالة اعفاء واعتذار من المسؤولية يعني ايش؟ يعني من اليوم ورايح انا زميلتك في هذا المكتب يا استاذ ليش يا زهرة ليش؟ انا سبق واكدت انا عارفة يا بدر وبعدين انا قدمت هذا القرار مع اقتناعه من نفسي قرار متسرع فيه يا زهرة انا ما بسامح نفسي على موقفي اللي خلاك تسوي كذي لا يا بدر لا انا طلبت هذا الاعفاء من نفسي لاني عارفة اني ما اقدر اقدم شيء مع هذه المسؤولية بس هم رأوا انك انت الافضل وانا عارفة نفسي زين بعدين هناك في الافضل انت بتفتحي لي سالفة بقرارك هذا الحين كل اصابع الاتهام بتشير ضدي لانك انت معارض عملك كمدير بس انت ما معارض بعدين احنا ما اتفقنا انه خلاص ننسى كلام الناس كل يوم يمر اكتشف فيك شيء جميل يا زهر لا عاد انا بكون مغرورة مع هذا المدير ولا تحاول تكذب علينا ولا تراقب تشوف شيء ما يعجبك والله بنعلقك بشباطات الاقدام من ذنينك وبنهفسك يا جماعة الخير صدقوني صدقوني انا كنت اخذ 50 ريال عند الرجال اللي شفتوه صوغنا انت صوغنا قدامك شيشة بترول ما حصل تخرج عاد الا من عند سعد ها؟ وكيف انتوا تعرفوه؟ اي نعم نعرفه واذا كان مصر على كلامك فنحن ناخذك معاه ونتاكد زين انا ما عندي مانع علشان تتاكدوا قوم نروح الحين بعد ها؟ كنا صادق ذي المره اشوف كلامه صادق هالمره لكن عاد الله اعلم والله العظيم والله العظيم صدقوني احلف لكم بالغالي والرخيص اني صادق زين ما يحتاج تعرف ما يحتاج زين ما خبرتنا ها ايش سويت بالراي اللي قلنا لك عليه الراي انا الله يسلمكم امين ويطيب خواطركم امين ويعافيكم كيف يعني بتسوي لنا رمس الليله وكيف تكلم زين ان شاء الله شوف انا رحت مثل ما قلتوا لي والتحقت بمعهد وبديت اتدرب ولحسن الحظ حصلت هناك مجموعه من الشباب مثلي عندهم الرغبه في العمل انزين واتفقنا ان نفتح ورشه تصليح اطارات بالكمبيوتر وقدمنا دراسه البنك التنميه وهذا احنا ننتظر وبس يعني انت الحين ما تشتغل وفي الحقيقه انا لا ما اشتغل لكن انا اقول لو اني احصل شغل شويه مهنه ومهنه علشان اقضي بوقتي زين ايش رايك انك تشتغل لحد ما يجيك الرد من البنك والله بصراحه زين بيكون خلفتني خدمه ما بنساها اقولها بالخير ها انت لا يكون باغي تشغل معاك في التاكسي لا 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 يلا خلاص على وين خلا على الاخ سعد عشان نتاكد من الكلام اللي تقوله وبالمره نشوف لك شغل عنده في الشركه يلا خلا سعد اخطف خدام اخطف يا سلام يا سلام يا سلام واخيرا وجدته يا سلام امه اين انت امه هنا خير مو هناك عندك اليوم بعد واخيرا وجدته يا امي يا سلام خير يا ولدي انا ما فاهمه شيء يا امي انا من يوم ما رجعت وانا ادور عن انسان يشاركني وجهات نظري والان
وفي هذه المقالة المنشورة على هذه الجريدة اكتشفت أن هناك إنسان أفكاره مثل أفكاري بالضبط. يا سلام يا سلام، هو حد يفكر كما كنت وعذاب أمه. أنا هذا الإنسان أتوقع له مستقبل زاهر ومبهر وجميل. أولاد من ذي لولدي؟ أي أولاد؟ زاهر ومبهر وجميل؟ يا أمي فهميني أرجوكي. وين التليفون؟ وين التليفون؟ خير إن شاء الله، مو باغلى التليفون. أريد يا أمي أتصل بنظيري هذا وأحدد معاه موعد. أنا اللي أقدر أأكد عليه إن الإنسان يقدر يتغلب على أصعب المشاكل بالإرادة. النية الصادقة والرغبة الأكيدة هي الأساس. ما تقول هذا الكلام إلا إذا في بالك شيء. ماذا يا ربيع؟ هاليومين تراودني فكرة إني أكمل دراستي. يعني الماجستير يا بدر؟ ومن ثم الدكتوراه. الله عليك الدكتور بدر. زين إيش جاب الفكرة هذه في راسك؟ الوقت يا ربيع، السنوات تمر علينا ومن حولنا سريعة، والشيء اللي يخوف إن كل شيء يتغير علينا، الظروف غير الظروف والحياة تأخذ شكل آخر. لا عاد أنت كذا صاير فيلسوف. زهرة خير؟ ما عارفة يا بدر، أحس إن الدوار هذا اليومين ما طالع يتركني. زين قومي 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 يلا قومي، خلينا نروح نشوف الدكتور. قوم قومي يلا. ما يحتاج يا بدر، كله ترى دوار وبيروح. يلا قومي يلا يا قومي قومي، طلع طلع عباتك يلا، رفع شنطك يلا قومي. فعلا هذا الشخص كان يخرج معي 50 ريال. كيف يعني انت تمشي بخرطتك؟ قصدي انت متأكد؟ طبعا متأكد. شفت كيف حصلت حد يشهد معاك؟ ها شفت يا عم ثابت، شفت يا عم ابو الخير، انا الحين اريدكم تتاكدوا من شيء واحد، هو انه فعلا عندي النيه والرغبه علشان اكون انسان نافع، صدقوني. بارك الله فيك يا غريب، بارك الله فيك. زين الاخ سعد، احنا قاصدينك بخدمه. ها مشروع بناء، توريد معدات، تصدير صناعه، حول ولا قوه. انت ما عندك الا هذا اسمك؟ تراهم كذاك التجار يا ثابت. يمشون ويحسبون. شوف انت، بعد ان سمعت يا ثابت هالايام هذه ايه؟ يتكلمون ويحسبون كلامهم. شوف انت، حتى الكلام اللي يسمعونه بعد ايه؟ يحسبونه. لا حول ولا قوه لهذا الدرجه يا ابو خير. اي ما مثلي مثلك انت، نهضر طول اليوم ببلاستي برخ في الكلام كذاك بس. المهم يا اخ سعد، احنا ما قصدنا اللي انت ذكرته. كم باغي تستلفوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يا سعد ما عندك إلا كم تعطوني وكم تأخذوا؟ هي هذه التجارة يا ثابت، بدايتها مبلغ ينصرف ونهايتها أرباح المبلغ، وانت أدرى. زين طال الله عمرك، إحنا ما نريد نتسلف، الحمد لله الأمور زينة. إذا إيش تريد؟ احنا نريدك الله يخليك انك تدور شغل حال هذا الانسان غريب. ليه من ده تكمين شهر؟ شغل؟ ايه نعم شغل، ونريدك تتأكد ان احنا ضامنين هذا الشاب، هذا الشاب على ضمانتنا. ضامنين. حلوة هذا، حلوة. إذا ليش قايم تسألوا عن الفلوس اللي أخذهن مني؟ للتأكد؟ لا غير. ما كذا كله أقتابت ولا لا؟ هنا عامل آخر أبو الخير كذا بس للتأكد يعني. وعموما يا جماعة الخير، أنا جاهز للاختبار. أنا أحس فيك عندك الاستعداد والرغبة للعمل. عموما أنت بتشتغل معي بالقطع. كيف يعني بالقطع؟ وابوي كيف يعني باغي تقطع رجال؟ لا يا ثابت لا طبعا، انا بعطيك على قدر الشغل اللي تشتغله، يعني تخلص معاملات مندوب للشركه هكذا. ما دام كذا زين والله، لكن عاد ها هل هلا فيه هل هلا
أفكارك جميلة يا أخ مرزوق وأنا سعيد بها. المشكلة أنها ما تعبر عن الواقع. فليكن، يكفي أنها تعبر عن وجهة نظرك أنت. هذا كلام مردود عليه يا أخ فريد. طيب أنا مستغرب، ما دام أنك تقول هذا الكلام إذا كيف تكتب؟ أنا أكتب ميلادي بنفسي، أحاول أن أعتصر جليدي أو أن أذيبه من نار جهدي. كلمات قالها بعضهم وقرأها الآخرون. هذا جزء من مقالك الجميل. تقدر تقول لي بأمانة إيش فهمت من هذه الكلمات؟ أنا بقول لك، اكتشفت حالة من التوهان الفكري يعيشها واحد يشبه حالته. قلت أقابله. لا تزعل من كلامي، أنا مهما كتبت ومهما عبرت بمقالتي عن إحساس داخلي إلا أني عايش الواقع. ثابت، تقراك يا أخوي الله يهديك وتعطل نفسك. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني أقول يعني عايش طول 24 ساعة وراي يا الله. ليك أبو خيط ليك عاد مليتني؟ أنا بعد مساكين أجي معك عشان أسليك؟ سمع علي، أنا يوم يكون عندي شغل ما أروح معك. وراح بقى نهزل تا مستعجلة تو انزل تاني نازلة. ايه زل ها زل الحين ايه زل ايه نجي لا تو لا بقى ماشي مازل بقى عطا أقول ثابت ها كم يوم ما تسبح؟ أنا تسبح كل يوم بس اليوم ما سبح. أنا ما عندي يوم. ايش رايك الحين تسبح مع السيارة مرة واحدة؟ هي نسبح؟ نعم بعد الماء يحص. خلي تفركك زين هالمكين تفركك يعني. والله مزحك تقيد يا أبو خيط مزحك تقيد. طب تسألين ايه؟ اسمعك عشان تفرقت البكيرة زين قالت حق الظهر زين حق الظهر يلا يصير يمر اليوم من غير مشاكل. وانت الله يهديك بعد ما تدور على المشاكل. انا ادور على المشاكل علشان احلها. ها ما له قرش. اظني هذا عنده شيء اشوفه مندفع علينا. اوي لا مالك التاكسي ذا؟ اقول السلام عليكم بالاول. السلام عليكم، مالك ولا لا؟ ايه مالي التاكسي مالي. زين انا باغي انك توصلني فنجة ومستعجل شوية ارجنت يعني. اقول له نعم انت رايح الضارب اشوفك شل معك باكوتك. انت ما يخصك. مو قلت توصلني ولا لا؟ مستعد يلا. هين ما يصير. هين رايح هذا؟ انا قلت انجيج. بس هذا الاخ ثابت معي. ما يصير كيف ما يصير؟ كيف انت مالك خص؟ كيف ما لي خص؟ عقب خص من؟ يخص الاخ السايق. هدي اعصابك يا اخو. الاخ عزان، اسمي عزان. اهلا وسهلا، وانا اسمي بالخير وهذا ثابت مساعد. يعني معاوني. يعني معاوني واحيانا استخدم سبير. كيف يعني سبير؟ يعني كيف سبير؟ يلا. مبروك يا زهرة، مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي. الله يعطيني ان شاء الله طولة العمر واشله واربيه على يديني مثل ما ربيتش انت يا زهرة. يا ريت يا خالتي. والله ما ليش تقولي هكذاك وكأنه ما عاد منش انش حامل؟ لا يا خالتي بالعكس، انا كنت اتمنى. عقب مالش يا بنتي؟ بدر يقول ان نحن في بداية حياتنا والظروف ما مهيئة للطفل. استغفر الله يا رب التوبة، مو هذا الكلام. هذا بدر جن ولا ايش؟ انا حسيت انه ما فرحان بعد ما عرفنا الخبر في المستشفى، ولما سألته قالها يا خالتي. هذا بدر بعض الاحيان احسه انه دهن وما يعرف شيء. عقب حد يعرف حرمته اول مرة حامل وما يفرح؟ المهم خلي ان انت عنش هذا التفكير في هذه المسألة، وفكري في رزقش يا بنتي، وقولي له سبحانه وتعالى ييسر الأرزاق لعباده. وأقول لك مبروك مرة ثانية. يا رب يا
يا جماعة يا جماعة ما صارت كذاك، أنا تأخرت. ما بغيت برد على فؤادك بهالبارد الأخ عزان. أنا فؤادي ما بيبرد إلا لما أوصل فنجة وحصل منصور هذا. العقله من الشيطان يا أخ عزيز. عزان اسمي عزان. زين أبوي اسمك عزان، عزان لا تاكلنا. عقب تقولوا عني أنا الملبق، هذا الإنسان إيش يطلع؟ أقول لك عزان. نعم. هل يكون تقصد منصور اللي عنده محل صياغة الفضة في فنجة؟ هو النمرود هو. بس أشوف وأشوف شغلي معه. كأن نيتك ما زينة، إيش السالفة؟ بعد ما يقوم يسألني بالسالفة خلاص خلصوني تأخرت. كيف ما يسألك؟ كيف ما يسألك وانت قاعد توعد برجال؟ مو هي الدنيا لعبة؟ مو أقول. نعم. أنا ما بتنقل من هالمكان هذا إلا لما تخبرني إيش سالفتك يا مع منصور هذا. أنت أنت تعرفه؟ نعم أعرفه ويهمني بعد. زين خلا أبوي بخبرك بالسيارة، خلا قوموا خلصوني تأخرت. ما دام كذي خلا يلا، بعد باقي فيها واجد. ما عليك. هذا المنصور هذا بعد ما زوجته بنتي وعاشت معاه 3 سنوات باغي يتزوج عليها، ويوم رفضت قالها بيت ابوك موجود. لا ما كفى هذا بعد قام يضربها. كيفية ما عندها احد مستقوى على الحريم حضرته. لكن ما عليه، بشوف شغلي معاه بهذه العصا هذه. كيف يعني بطلبوه بطلبوه؟ لا بيروح يراوي العصا وبيرجع. اكيد انه ناوي يضربها. يا غيب غابت عينه ما دام هاي سواته. انت معي الاخ معي؟ نعم اني معاك ومستعد وعصاتي جاهزه. احسنت ما قصرت. ايه ها ايه ايش تقولون انتم؟ ايه ثابت الملبق ايه، انت جنيت ولا ايش؟ ما تسمعوا يقولوا ضبها؟ بعدين هذا عمه من حقه اني ادبه، وهذيك بنت عمه ليش اضربها ليش؟ ما حد بيلومني، ما حد بيلومني لو ضربته. ثابت عندك كلمه خير قولها، ما عندك سكت. تو انت مالك سكتني؟ انا على حق. كلامك ما له معنى وانت بعد رايح بعصاك. لو كل مسألة صارت خذ بقضاك كان كل الناس اليوم تتعالج من كسورها. يا ناس يا ناس ما في أحسن من التفاهم. إيه تراها ما بنتك، لو بنتك ما قلت كذاك. حتى لو كانت بنتي أنا ما بسوي مثلها، بشيل عصاي بروح أضرب الريال. وجات الضربة في الرأس وانشرخ رأسي وصار في شيء. زين بعدين زين. لا يا أخوي لا 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 تسوي كذاك، لا تضربة في الرأس، ابتعد على الرأس. بعدين أتستضرب أسناني؟ لا في الراس ولا في شيء. روح واسمع السالفة منه وبعدين قول لي بنتك اشتكت؟ لا ما اشتكت، بس انا جاتني العلوم. عجب، لا تستعجل يا اخ عزان واستهدي بالله واسمعني لو سمحت. صراحة انا اشوف هذه المسألة غلط. انت هذاك اليوم مداوم وقاعد تقول لي غلط. ايوه غلط. وايش هو الغلط يا فهيم؟ تو بالله عليك تقدر تقول لي كيف تاخذ شغل مقاولات لبناء بيت جديد والشركة عندها شغل كثير في أماكن كثيرة؟ أولا هذا فوق طاقة الشركة الإنتاجية، وثانيا بيكون عندك عجز في العمالة. يا حبيبي أنت بعدك جديد على شغل التجارة والمقاولات، ولما تكون ما فاهم شيء ارجع لي وانا برد عليك. زين قول منكم نستفيد. قول على اولا مالك هذه الشركه بتشتغل طالما ان هناك شغل، اما مساله العماله فهذه ما مشكله يا اخي، دور وبتحصل. اللي طاير من كفيله واللي يريد ينقل كفاله واللي يدور في الشارع ما محصل شغل، مساكين يريدوا يعيشوا لكم الحالة. بس هذين العمال ما مضمونين، وبعدين انت اذا شغلت مثل هذا النوعية من العمال بتدخل في مساءلات كثيرة لا إلها اول ولا تالي. انا اقول استاذ سعد الافضل انك تشتغل بعمالك. في هذا الحالة نسوي عملية التفريق. تفريق؟ ومن هو بعد تفريق؟
ما عليه بفهمك. عملية التفريق تقول وزع العمل، عدد من العمال في هذا المبنى وعدد من العمال في المبنى الثاني، يوم يشتغلوا ويتركوه ويوم يشتغلوا في المبنى الثاني ويتركوه وهكذا. لا حول الله، عقب خلص البيت. بس هذا في تحايل على الناس، تحايل وتعطيل المصالح. يا ولادي دركان مداري، تراني صبرت عليك كثير. اي نعم صبرت كثير. عاجبنك اشتغل، ما عاجبنك مرخوص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك ثابت؟ الحمد لله. كيف حالك انت؟ الحمد لله. اليوم تبقى جايين نزوركم اليوم. والله زين. لكن وين ابو الخير؟ ابو الخير راح يتفقد بيته ويبكي على الاطلال المساكين. زين عقب انا اسير اشوفه. تفضل. تو بسالك، مو هاي السالفه ابو عندكم؟ هين هذا على التاكسي؟ هينه بيجي. مالك ذاك الله يديك بيجي. كل فوادك انت، كل فوادك. يلا اني مشتاق لهذا المكان. ما ودي أفارق. نعم ما ودي. فيه ذكريات المرحومة الله يرحمها. ما أبو الخير، تعال أبو راشد، تعال تعال. السلام عليكم. عليكم السلام، حي الله أبو راشد. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. والله إيش أقول لك بالحال يا أبو راشد، مشتاق لبيتي يا أخوي، مشتاق. تصدق من رحت والكل يسأل عنك؟ لا تقول، عجب أول تقولوا متعدين مني. وكلهم كلهم يسألوا عني كلهم. لا لا ما كلهم، كم من واحد مثلي أنا يعني. فيك الخير يا أبو راشد، يلا بروح هناك رجال انتظرني. والله زين، يلا خلا. يلا زين. ليش يا بدر ليش؟ أرجوك تفهمين يا زهرة، أنا أفكر إن نهيي أحسن الإمكانيات لأولادنا، يعيشوا أحسن عيشة ويلبسوا أحسن لبس، ما يكون ناقصهم شيء. بعدين الصراحة نحن ما في داعي نستعجل، نحن بعدنا في بداية المشوار. ما حد يموت من الجوع يا بدر. السالفة مو سالفة أكل، أنا أفكر في المستقبل. لازم يكون لنا رصيد، يكون لنا درع، ولأولادنا أمان. أرجوك يا بدر يكفي، أنت كذبت عذبني. أرجوك يا عزيزتي فهمين، بعدين الصراحة موضوع مثل هذا نحن بإمكاننا نتلافاه. صعب يا بدر، صعب علي. ما في شيء اسمه صعب، ما في أصعب من أن نجيب أولاد في زمن نحن ما ضامنين عيشتنا فيه، وهذا قراري. تركت أوجدتك ولازم أوجبك عند حدك. خلوني علي، خلوني. هدي أعصابك يا أخ عزان، كل شيء بالتفاهم. أي تفاهم اللي يرضى عليك؟ معلم بنتي تقول تفاهم؟ يا عمي يا عمي يا عمي، كان في سوء فهم وأنا اعتذرت منها وخلاص. كيف خلاص؟ كيف خلاص؟ كيف تضرب لبنية واقول خلاص؟ مو هي لعبه 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 صدقوا. يا ثابت يا ثابت اسكت، خلينا نحل هذه المشكله. زين سكتنا، حلها يا حلال المشاكل. منصور انت صحيح تريد تتزوج على زوجتك؟ ما في شيء من هذا الكلام يا عمي ابو الخير، هذا كلام حريمات. كيف اتزوج عليها وهي ام اولادي؟ سمعت؟ ما يريد يتزوج عليها الرجال. زين ليش يضربها؟ يعني ما في تفاهم غير الضرب؟ في هذا أنا غلطان يا عمي، أنا ما مديت ديني إلا في حالة غضب، ومن هديت سامحت منها. وليش تضربها؟ أريد أعرف. يا الله إنك شر يا عاد، ترى الرجال قالك تسامح منها خلاص. هي الله يديها جلسة تسمع كلام الإشاعات، وأنا ياما حذرتها وبدون فايدة، والسالفة خلاص انتهت يا عمي. لا لا ما انتهت، تضرب بنتي وتقول لي السالفة انتهت؟ فعلا كيف انتهت؟ هو جاي يضربك ويكسر راسك وتترمل زوجتك علشان هو يرتاح. انا اريده ما يمد ايده مره ثانيه على بنتي. اوعدك يا عمي اني ما بدي ديني، وبنتك الحمد لله عرفت الحقيقه وعايشه في بيتها مرتاحه الحين. استهدي بالله يا عزان وكون وسط خير بين بنتك وزوجها. اذا تريد راسك ينقلع مدي دينك عليها مره ثانيه يوم كامل، وانا جالس اهديده لعم اللي عندك وبعده يفوح. توبه واسويها مره ثانيه يا عم ابو الخير، توبه. هذا بيت بدر. أرجوك يا عمي أبو الخير تمر عندنا الحين. أيوة مثل ما خبرتك،
أنا ما عارفة ليش بدر يفكر بهذه الطريقة. أرجوك يا عمي لا تتأخر بسرعة، الله يخليك. يلا مع السلامة. يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير وصاحبه من بق أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف بالخير.